صحة فطوركم وصحة رمضانكم كالعادة. قبل ما نشاهدوا هذا القصف اليوم، راهو فيها قصف كبير، الحالة راهي شاعلة اليوم. نتمنى من أي واحد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا من عندنا كل جديد. راح نبدأ لكم بالقصف نتاع بالماضي. رانا نشوفوا في القصف نتاع بالماضي راه وصل، يعني وصل الأهداف، راهي وصلت، يعني الصاروخ اللي يبعثه بالماضي راه يوصل لبلاصتو. والدليل أن الإنسان لوكان ما يكون الشاك في روحه ما ريبونديش. نسمعوا واش قال بالماضي ومن بعدها نسمعوا الرد نتاعهم على بالماضي. روحوا دائما في لاكونفيرونس أمور نتأكد بأن مازال ما تجرعش لحد الآن الإقصاء، وتكلم كثير على 6 إلى 7 أشخاص هم أعداء المنتخب الوطني وكاين الناس يتخبى مراهم. نستمع لما قاله في هذا التصريح الأول، وقال أيضا بأنه عيرنا، يعني هل هو ويستمع ولا كاين الناس ربما هي اللي راهي تقول له على هذه الأمور، لأنه هو بعد المباراة مباشرة كان غادر أرض الوطن محبط جدا والتحق بدولة قطر. نستمع لأول تصريح. أرنير فوت لا زيزاني مت الفوضى avoir des haines personnelles. هادو معروفين عيونا et sont finalement très peu et bah, c'est du misérabilisme. Et pour qu'ils nomment un président, il faut qu'il y ait des gens aussi, c'est ce que j'avais dit lors de la dernière fois, il faut qu'il y ait des gens clairs qui se présentent clairement et qui viennent présenter leur programme. Moi j'invite ces gens-là à se montrer clairement, pas à se cacher, pas être derrière hadou les 6-7 qui viennent regarder. Vous verrez dans les bouches, ils sont un il est là, 3-4 plateaux, 2-3 youtubeurs, un ou deux Twitter, pas Twitter, et ils disent la même chose. صح بالماضي واش قال؟ تكلم على جماعة الفوضى وحلال الفم وهذوك واحد 6 ولا 7 اللي راهم يدمروا في الـ في, الـ في المنتخب، ما قالش الوطن، قال المنتخب وضد المنتخب. قال باللي 6 ولا 7 ولا هكذا راهم اخرين في اليوتيوب واخرين في البلاطوات واخرين في التويتر وكذا، قال تعبونا ما خلوناش نخدموا، النقد 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 يا خاوتي، قال لكم تعبتونا بزاف. وحسب ما رانا نشوفوا احنا هذا الجماعه اللي قاعده دير كيما هكذا راهي ماهيش حابه تنحب الماضي، لانه ما يقدرش ينحوه، هما حابين يجيبوا رئيس اتحاديه على مقاسهم باش رئيس الاتحاديه هذاك هو اللي نحلهم بالماضي ويعاودوا يرجعوا اصحابهم كيما العاده، وهذه باينه مفهومه هذه. اسمعوا هذا السيد واش قال. السيد حكموا السطر صاي لانه عرف باللي فاقلهم. اسمعوا واش عاد يقول. ما عندوش حق بالماضي يتكلم، ما عندوش حق كذا، ما عندوش حق في هكذا، يعني اسمعوا واش يهضر. مي اسمح لي، جمال من الماضي نا با لو دروا نون بلو دانسولتي لي جون. كونت جونتون دي بروبو كوم اينيورون ولا يخدموا ضد بلادهم، انا جو دي كو جمال بن ماضي نا با لو مونوبول دو ناسيوناليزم. كي لوي دون لو دووا دو دير كو سوي لا ام لالجيري اي لوتر نيم با لالجيري. Personne n'a le droit de dire ça. Ça, c'est disproportionné, c'est exagéré, c'est diffamatoire. Et moi, à mon sens, hein, à mon sens, moi j'aurais voulu que Jamil Belmadi ait le courage de citer les 7 personnes. Pourquoi? Parce que ça participe à un amalgame. Lui-même, il dit, donc, il dit le dabab. Et je pense que l'un dabab, il est davantage, il y a plus de fumée, il y a plus de confusion quand vous dites, quand vous jetez à la vindicte populaire, si cette personne sont les nommés. Quand, vous savez, quand vous les nommez pas, ça devient 17 000, ça devient 20 000, parce que, Nes, que le wahid yqul chkoun had 6 ou 7. Eh, j'ai le rabbi hada maka, mazal ma sma't walu. Asbar chif al-qasf al-haqiqi, hada wak al-qasf al-wara jouya. اصبر شوف القصف الحقيقي تاع ارض جو. القصف اللي زاد قصفوهم بالماضي يعني الكارثه الحقيقيه يعني واللي صح، يعني انا عرفت باللي بالماضي كيقصف الصواريخ نتاعو جات في الاهداف قد. علاش؟ لان الانسان لو كان ما يكونش شاك في روحه ما ريبونديش. بالماضي لاح الصواريخ تاعو كي طاحوا في بلايصهم اكيد ينوض الواحد يجري يهرب، كي يقيسوا الصاروخ ينوض يهضر. اسمعوا واش قال لهم بالماضي. وين لحقنا؟ لحقنا القهيوة في سيدي موسى ونشنش على قرعة ريحة وكشما فواياج مع المنتخب الوطني وكسكروط. هاي الكارثة يعني جماعة الكسكروطات. اسمعوا واش قال عليهم.
Et c'est juste pour leurs petits intérêts. Hadou, les 6-7 dont je parle, des petits intérêts. C'est quoi leurs intérêts? Qarariha, un parfum, un voyage avec l'équipe nationale d'Algérie, entrée à Sidi Moussa avec prolongement sur un déjeuner, sur un café, des privilèges comme ça là. Des privilèges. Et tout ça sur le dos de l'équipe nationale. Tout ça, pour toutes ces petites choses-là, ils sont prêts à ce que leur pays traverse des périodes de crise comme celle-là, juste pour ce petit intérêt-là. إذن كانت هذه تصريحاته حول الرئيس الذي المختفي هذا اللي قال لك يستعمل 6-7 دي يوتيوبر دي بلاطو اللي هاد الناس هما عندهم يريدون مصالح ومصالح ضيقة حسب شو يقول جمال بلماضي قال كان بارفان الذهاب على المنتخب الوطني في طائرة الذهاب إلى سيدي موسى من أجل وجبة غداء ووجبة فطور ولا بتدي جني نعم فطور وقهوة خاوتي باش ما يعودش الفيديو فيه اكثر من 10 دقائق باش ما يكونش ممل الرد نتاع الجماعه على بالماضي اللي قال لهم رقم نتاعك سكروطات راح يكون في الفيديو رقم 2 او في الجزء رقم 2 راح نخلي لكم الرابط في الوصف اسفل الفيديو ولا مباشره تلقوه في قناتي بعد الفيديو هذا وشكرا ربي يحفظكم